محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الصحابة كلهم أهل فضل وكلهم أهل كرم وكلهم أهل جود وكلهم أهل تقوى. يكفي أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه كما قال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللهم اجعلنا منهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الصحابة رضوان الله عليهم نعصرهم يقول في شأنهم النجوم أمانة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الصحابة دول جيل فريد قد إيه؟ جيل فريد بجد ورب الكعبة جيل لا يتكرر ولم يتكرر. لكن احنا بنحاول نقرب نقرب السرعة عشان نقرب منهم ونعرف ما بيعملوا ونعمل زيهم. جيل عجيب جدا لما تلاقي واحد مثلا واقف ومجرد بس ما بيدعو اللهم إني أقسم عليك. واحد عبد بيقسم على ربنا والله حصل حديث رواه الحاكم بسند صحيح سيدنا البراء بن مالك أخو أنس بن مالك لما يقسم على ربنا في موقع التستر أو تستر ويقول اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتاف المشركين أو الكافرين تمام وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فينصر الله جند المسلمين ويرزق البراء الشهادة في سبيلك. هذا رضوان الله تعالى عليهم ضربوا المثل الأعظم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا من شدة حبهم لرسول الله إذا حدثوا لا يستطيعون أن ينظروا في وجهه بل كانوا يتكلمون وقد خفضوا يعني أبصارهم ونظروا في الأرض تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من شدة حبهم لرسول الله لا يقومون له إذا دخل عليه. قل إزاي قل لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يقوموا له. الذي لا إله غيره أنا لا أستبعد على الإطلاق أن يحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله حبا يفوق حبهم لأنفسهم مع أنهم جبلوا وطبعوا على حب النفس. والله لا أستبعد ذلك والله لا أستبعد أن يحب الصديق رسول الله حبا يفوق حبه لنفسه التي بين جنبيه. لا أقصد حب الاختيار بل أقصد حب الطبع. مع أن الإنسان جبل وطبع على حب نفسه لكن والله الذي لا إله غيره لقد أحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يفوق حبهم لأنفسهم مع أن الإنسان قد طبع وجبل على حب نفسه أكثر من حبه لأي شيء أو لأي أحد. طبعا لو دخلت الباب ده ولو دخلت البستان ده والله ما نخافش لو دخلت بستان حب الصحابة لسيدنا رسول الله والله العظيم ما نحتاج ساعات طويلة وحلقات مستمرة في أن نظهر وأن نجلي حب صحابة رسول الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلا على الإطلاق. ومن قرأ السيرة وتابع حلقات السيرة يعلم صدق ما أقول لم تعرف ولن ما عرفت ولن تعرف البشرية نموذجا في الحب مثل ما عرفت البشرية من حب الصحابة لسيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إذا طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أردنا الطعن مباشرة في رسول الله وفي كتاب الله وفي دين الله فلا يطعن فيهم إلا زنديق.
ولا ينتقصهم إلا كافر أو منافق أو جاهل غارق في جهله يحتاج من يأخذ بيده إلى صراط الله المستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فلو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما ساوى مده ولا نصيفه.